السلام عليكم الخوت، كما صورت لكم هذه الطريق هذه، الله يرحم لكم الوالدين. كان هذه القناه هذه راه الهدف ديالها هو نهضروا على المشاريع ديال الكادير، او ميم طون نهضروا على المشاكل والهواجس ديال ساكنه المدينه وديال الزوار ديالها. كما كتلاحظوا معايا الطريق، شوفوا معايا البارو ايست ويست، هذا كيتسمى بالبارو ايست ويست. يلاه الدار، ماشي يلاه الدار، هو قديم من 2003، يلاه تعاود. ولكن راه الشركات راه مازال ما كملوا الخدمه ديالهم. اش خاصهم؟ خاصهم دوك لي رونتيسور، لي رونتيسور دو فيتيس راه ضروريين الخوت، ويتخدموا كما خدمتهم اليك فسميتو داك شارع عبد الرحيم بوعبيد، هذوك هما لي رونتيسور المعقول. اليك هي اللي كتصرعهم، الشركات اليك صراحه ما باقي راه كيدير داك الشيء، كيفورسي على الطوموبيل. ديرهم الله يرحم الوالدين. ها هو ها البارو، دابا انا راه كنتمشى فيه، راه كنتمشى بشويه دابا، انا راه ما كنفوتش 60 فاش كنصور وفاش ما كنصورش، لان السرعه تبدا تقتل. ها الجريرة غادي تجيب الربحة، شوفوا معايا هنا الطريق كي دايره، راه كاين هنا اللي كيلونسي، راه كاين لا مبالاة. كنطلبوا كنطلبوا عفاكم من شركة اليك ومن شركة سيكاترا انهم يديروا هنا دوك لي رونتيسور دو فيتيس، ما يكونوش كثار ولكن يكونوا من اجل ضمان حق الراجلين. راه الراجلين راه حقهم، عندهم الحق في استعمال الطريق، وما كرهناش تكون مراقبه السرعه بالرادار، يا اما الرادار اللي كيديروه البوليس ولا الرادار فيكس. علاش؟ باش الانسان هاك المغاربة هاد الليلة ما حكيتيش في الجيب ديالو راه ما كيسميتوش. مني وجبد غنكونو صراحة. هانتوما دابا كتشوفو معايا، ها هو البارو ايست ويست، راه ما فيهش لي رونتيسور نهائيا. دابا راه غادي هابو امور، باش غادي لاش غادي نزرب نسخر القيد، عندي اجتماع مع جو بايدن. بشويه عليا تا كنوصل. دابا البيرمي خصك تعاد فيه النظر، شي براش ما خصهمش كاع نهائيا شي دير بيه. البيرمي ما خصكش تشد حتى تكون عندك واحد 25 عام 26 عام، تاع تكون شبعتي عقلك. حنا هاد البراج هادو دابا ديال دابا كيبغيو يطيرو. عنديكم نوريكم دوك لي رالونتيسور اللي دارت اليك، شوفو 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 معانا مزيان الخوت. كان هادي راه واد زيز، واد زيز ما قادوش فيها لي رونتيسور، دار هما الدودونات اللي دارو عندهم، هادو كيخرجو على الطونوبيلات فهمتي. هما مزيانين وما مزيانينش، مزيانين للراجلين ولكن بالنسبة الطونوبيلات كياكلوا الدق. غير هو من عندهم بحال دابا هادو تمشى بشوية نفس كاع الدار. ولكن إلا جيت تشوف اللهم الطونوبيلات تاكل الدق ولا بنادم ياكل الدق، عندنا راه دوك الناس مساك اللي كيجيبو الربحة راه كتلقاه يقدر يكون خوك، يقدر يكون باك، يقدر يكون ولد عماك، تقدر تكون اختك فهمتي. ماشي ما تعرفش، ما كتعرفش بنادم هنا لا بلي بار ما كيحترموش خاين السلع، لا بلي بار وخصوصا المطر بحال دابا هدا هو دايس في ستوب تمشى بجوج في الساعة وشحال ديال الحالات. ولكن المطر المطر حتى انا المطر كيضوب لهم الليل من كاين الكاسك ما كاينش،
حتى انا كاين هذيك السياقه الاستعراضيه شحال ديال المشاكل الاخوه. الطاكسيات مساكن كنهضرهم فاش كيديروا داك التوقف الفجائي، لان دابا الطاكسي مسكين راه خصو يصور روسيتا تبعو من الكريما تاع روسيتا تبع اش كيقولوا ليه المازوت. هو المازوت دابا تزاد راه ولا تقريبا شي 14 درهم. بالنسبه لخوت قبل ما ننسى، راه كاينه واحد العريضه خاصه بهادشي ديال الاحتلال ديال اماكن وقوف السيارات من طرف مالين الجيلي، كنسميوهم انا باردين الكتاف. كاينه واحد العريضه ما كانوا داروها جوج ديال الفاعلين الجمعويين، السيد نور الدين احميمو والسيد سعيد الصناعجي. راه تواصلت مع السي نور الدين احميمو وراه صيفط لي العريضه وصيفط لي لائحه التوقيعات، وتمكنت بعد جهدين جاهد ان واحد 8 ولا 10 الاشخاص وقعوا معايا العريضه. ان الغالبيه اللي كتهضر معايا كيقول لك انا ماشي شبيه، انا ما عنديش الطوموبيل ديال هاد العريضه، فهمتي بنادم نكري. اللي بغى ديك العريضه راه نقدر نصيفط عليه بالواتساب يتيليشارجيها ويخرجها ويتواصل معايا ويدير معايا البلاصه الا كان قريب هنا فكادير، الا عمرها الا كان قريب هنا فكادير يعطيها ليا وانا راه غادي نعطيها للسي سعيد ولا السي نور الدين. ان هاد العبال هذا دابا ديال مولين الجيليات راه خصو يتحد، هادو راه شفار، هادو راه قطاع الطرق، خص هادشي يتحيد نهائيا، ما خصوش يبقى. المهم تواصلوا معايا في الواتساب، الرقم ديالي راه كاين تما، نعاود نقولو لكم 0662 44 86 56. صيفط لي غير ميساج قول لي عافاك صيفط لي العريضه وسميتو، ونتمنى ان هذا الميساج يوصل، واخا ما بقاش الوقت بزاف، قد دابا الخميس الجمعه السبت لحد انا راه درت مع السي سعيد انني نعطي اللوائح اللي جمعت، وانا نيت راه غادي نتقاد لها ديامات رغم انني كنصور رغم ان كاين بزاف ديال الاكراهات. المهم هذا النداء هذا للناس اللي بغاو يناضلوا حقيقيا، حيت كاين النضال الحقيقي وكاين النضال ديال وراء الشاشات، فهمتي بحال هادوك دابا اللي كيكتبوا لي كيقول لك لا عبد الناصر مات جمال عبد الناصر. اخويا انا هذاك الراي ديالي احترمني، احترم لي الراي ديالي انا، عز عليا القوميه العربيه صافي بون، واحترم الامازيغ، انا راه كنحترم الامازيغ، ولكن الفكر ديالي انا اوروبي فهمتي. الامازيغ راه كنحترمهم، علاش؟ لان الامازيغ هما سكان المغرب الاصليين، هذيك راه باينه، هذيك حقيقه تاريخيه، وكاين صحراوات حتى هما احترمهم، وكاع الناس كنحترمهم انا بغض النظر على الدين ديالهم وعلى العرق ديالهم وعلى اي حاجه. المهم راه انسان كيبقى انسان، كيقول لك لا كناضل، انت راه كتناضل غير وراء الشاشه. انا راه عندي قناه ومعروف وحط الرقم ديالي للهاتف وعارفين الناس فين ساك، فهمتي. سير انت دير قناه وناضل، وهذه ماشي تقعد تهضر انت هادي بحال واحد داك ما قال لي، ما عرفتش قال لي شي حاجه، ما عرفتش قال لي الشانطي خليك في الشانطي بزاف عليك الثقافه ولا ما. سير اودي سير تلعب هاكران، راه حياتي دوزتها طولا وعرضا، راه اوريشي للمعلم 13500 هادشي راه دايرينو غير فوق الشبعه غير باش نضلو على مدينتنا. دانا حنا قربنا الخوت الشركة اريك باش تشوفو دوك لي رالونتيسور، هاد الرومبوان هذا سرعاتو الشركة ديال اتوليفير، ولكن خرمزوه فاش دارو فيه النخل. ديما قالك الحلوي ما يكملش، هي هادي ما فهمتش انا علاش كيديرو هاد النخل هذا، وحق الرب ما فهمتش نهائيا علاش كيديرو هاد النخل. إذا نشوفو معايا عفاك لي رونتيسور، ها هما قربو ليهم، راه قاداتهم شركة أليك راه كتصرعوهم، ما عرفت علاش من مادة مناش كيقادوهم، ها هما راه خاصهم دابا غير يديرو ليهم الحمر، ها هما ها هما كيبداو من هنا الخوت من هنا. شفتوهم شحال زوينين، السيارة كتنقص السرعة ياك، ما كيطرا ليها والو، لا اللي بغا يقطع الطريق راه كيقطع الطريق فهمتي، هو هذاك بخير. ها
هي اللي كيبدي انا مره كاينه هنا راه تكون شفتوهم. تبارك الله على الناس ديال اليك، فرضا شركه زعما صراحه شركه في المستوى، عندنا ما نقولوا عليها شركه اللي خدمات وهذاك. يلا الخوت هادشي اللي كاين، شكرا لكم على المتابعه، شكرا لكم على الدعم، ادعمونا بلايك. يلا الله يعاونكم.